اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بالمناسبه الجميله عاشوراء، كل عام وحضراتكم بخير. كل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا، هنعمل طبعا وليمه. لما نعمل وليمه يعني مشويات، يعني حاجات بتاعتنا، ديك رومي، عندنا بطايه حلوه كده بلدي زي الفل، هنعملها بطريقه مختلفه النهارده، وهنعملها بحشيه ورق عنب. تبذير؟ لا، ما نعتبروش تبذير، هي يعني مره في الشهر كده ورق عنب، نلف كميه على قد عدد الافراد الاسره، ومعانا بطايه حلوه بتستوي على النار، هنبدا نحشيها الورق العنب ده بطريقه جميله، نضمن ان البط استوى والورق العنب. في تركيه هنا وفي خبره طهويه هنا هنشوفها مع بعض في تفاصيل الحلقه ان شاء الله. وبمناسبه عاشوراء كمان هنعمل النهارده العاشوراء اللي هو القمح بتاعنا الجميل الحلو من خير ارضنا، نعمله بالحليب، نعمله بكريم شانتيه، نعمله بالفانيليا، نعمله بالحبهان، ولكن هي اساسها قمح مغسول من بالليل منقوع بيتحط على النار بيستوي. ناخد مخرجنا الجميل واساتذه المصورين حبايبي على النار اهو في طريقه اللي هو يستوي. طبعا القمح لازم الحبايه تستوي كده وتطلع ايه جمالها وبياضها وحلاوتها في قلب الحل اهو. جاهزه تقدري تحليها بالعسل، تحليها بالحليب زي ما انت حابه. في تفاصيل كتيره لعمل البليله وبمناسبه عاشوراء هنشوفها مع بعض ان شاء الله. معانا كمان حلو النهارده الكسكسي، هنعمله بالعسل والمكسرات. كسكسي بلدي من ست طيبه بنعرفها، بصراحه انا احب استخدمه ما اجيبش الجاهز، فده معانا هنا النهارده هنعمله بالسمنه البلدي مع شويه عسل حلوين، ويجعل ايامنا كلها عسل ان شاء الله. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل كتير، وفي لف ورق عنب، وفي بطايه، والجو النهارده بجد وليمه يعني. فخلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل بنرجع لتفاصيل وليمه النهارده بمناسبه جميله عاشوراء. كل عام وحضراتكم بخير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل الحلقة بتاعتي عشان نبقى واضحين مع بعض وصراحة، وده اتعودنا عليه على شاشة القناة الأولى. البطاية مش هتستوي في التايم بتاع الحلقة، 50 دقيقة هننضف البطاية ولا نسلقها ولا نحشي ورق العنب، في تفاصيل كتيرة. فأنا معايا البطاية مستوية، جايين بدري ومظبطينها، واخدة البوكيه جارنيه، واخدة مكانها في السوى، المقادير على الشاشة تكتبيها ورايا. بطاية حلوة سمينة كده زي الفل، ونجيب الورق العنب بتاعنا، ونجيب الرز، لحمه مفرومه ضاني مفيش مشكله، عايزه تعمليه ورق عنب بالزيت حسب الرغبه، احنا عاملينه باللحمه. والبوكي جرنيه ده كرفس، حبهان، ورق لورو، بصلايه حلوه، فص مستكه حلو، يعني تدلعي الشوربه دي لان الشوربه دي هيستوي بيها ورق العنب، تقدري تعملي شويه لسان عصفور بيها، تقدري تعملي شوربه شعريه بيها، تقدري تعمليها شوربه مشروب بالكريمه. طالما عندنا بطايه حلوه متربيه على الغالي، استغل الفرصه وخد الشوربه بتاعتها، استخدميها استخدامات كتيره قوي. طيب ما عنديش، خليها تبرد وصفيها وحطها في التلاجة، مش تخسري حاجه، ما تستخدميش المكعبات والمكسبات الطعم دي، انا ضدها بصراحه يعني. صفيها دي خلاص، هناخد منها اللي احنا عايزينه، هنصفيها وندلعها كده ونحطها تبرد ونحطها في ازايز في مكعبات كده ونشيلها نستخدمها وقت اللزوم. بس عايز اوضح المعلومه دي، البطاية استوت، عدينا المرحلة دي خلاص، احنا شطار في عملها. لما بتستوي هنا بتستوي تقريبا يعني على وشك ان هي خلاص، مش هنقول ثلاث ارباع السوى ده، هي خلاص ماسكة نفسها. وعندنا الورق العنب بتاعنا الجميل اهو زي الفل جاهز، معايا مساعدين شطار. الورق العنب دايما لما نيجي نلفه تخليه تلفيه على الناحية الناعمة، بيسألوني على السوشيال ميديا شيف مغازي الورق العنب بيفك مني، هي بس طريقة واحدة لللف. معانا الاخراج الجميل والاساتذه المصورين، هنجيب الطبقتين بتوع الورق العنب، ناحيه ناعمه وناحيه خشنه، ناحيه باين فيها العروق بتاعه الورق العنب وناحيه بتلمع اهو. اللحيه اللي في ايد اليمين دي اللف عليها غلط، اللي في ايد الشمال هو اللف الصح. حلو الكلام اهو. ازاي يا شيف؟ هو ده لما تيجي تلف ورق عنب الناحيه الناعمه دي اللي هي ديت بتبقى كده الوش كده، خليها كده اهو بالشكل ده كده، ونحط الحشوه اللي احنا عايزينها هنا ونبدا نلف، تبقى الناحيه الناعمه فين؟ هي اللي ظاهره قدام. طبعا برضو عدينا المرحله دي واحنا شطار في عمايله، كلنا بنعرف نلف ورق عنب ونلف الكرنب واحنا شطار فيه. الطريقه بقى الجديده ان انا بجيب البطايه الحلوه دي كده بفرش لها الارض حرير زي ما بيقولوا، معانا بصل ادلعها بقى عشان هتخش الفرن،
مع الورق العنب تستوي تكمل سواها. بالشكل ده كده. بصل شرايح حلو قوي، ومعانا طماطم برضو شرايح زي الفل. حد يقول لي شوف بوجاز ده البطيه ما خدتش منك 10 دقايق، ما احنا في مراحل احنا اتفقنا مع بعض عديناها. تسويه البطه في بوكيه جرنيه، جزر، كرفس، بصل، ثوم، حبهان، ورق لورا، وكل ده بتستوي البطايه. بعد كده خدناها بالشكل ده كده وجهزنا لها ارضيه حلوه، اساسها اهوت زي الفل، والورق العنب بتاعنا ملفوف. حلو الكلام، حلو الكلام لغايه كده يا عم الشيف. ومعايا مكعبين زبده عشان البهريز اللي هينزل من البطايه دي اقدر ان انا استخدمه في شويه رز، شويه شعريه زي ما انا عايز. حلو، اخد البطايه الحلوه دي كده، طبعا هي من جوه زي الفل مسلوقه، باخد الورق العنب ده كده واسمي بسم الله كده وادخل بها للاخر. خلي بالك الرصه دي مهمه عشان الورق العنب ياخد من طعم البطايه، عشان كده لازم تنضفيها من جوه حلو يا ست الكل. تنضفيها ازاي؟ الاول بتسلقيها في بوكيه جرنيه زي ما سلقناها مع بعض، وتغسليها الاول طبعا بدقيق بملح، ولكن البط بتاعنا الحلو زي الفل متربع على الغالي الشوربه بتاعته تتشرب كده مع لسان عصفور مع شعريه، تعملي شويه رز بيهم، تعملي رز بالمكسرات. طيب بقى بتاخد لها شويه ورق عنب حلوين كده، ما تحشيش يعني جامد علشان تسيبي مساحه ان حبات الورق العنب تفرد عضلاتها، لان الورق العنب ده بالرز محتاج ان هو يستوي. شفت ازاي؟ زي الفل تمام. طلع الورق العنب منها كده وزي الفل معانا يا شباب، الله ينور. باقي معايا شويه، نحط هنا شويه كمان في النص، هو هنا كمان شويه اهو بالشكل ده كده في الزور. يبقى بط محشي ورق عنب. انا عملت قبل كده الحمام حشيته ورق عنب. حلو الكلام زي الفل. واجيب بقيه الورق العنب، ممكن تحطها في صينيه بايركس ازاز زي دي كده، وممكن احطها في طاجن فخار زي ما انا عايز حسب الرغبه. معانا مين يا فندم؟ الورق العنب بيسالوني في الكنترول، الرز يتحط ني ولا مستوي؟ الطبيعي يا استاذه يكون ني، ما ينفعش احط الف ورق عنب برز مستوي خالص. زي ما انا شغال كده اهو البطايه، طبعا لما انا اسويها لازم تستوي وتكون ماسكه نفسها. يعني ايه ماسكه نفسها؟ يعني تقريبا ثلاث ارباع سوى، الربع الثاني بيكمل مع ورق العنب. ولكن انا احمد المغازي للامانه بحب دايما اللحمه، الحمام، البط، الوز والدن في السوى، اللحمه تكون مهريه. فانا عشان كده سويت البطايه وبعدين برصها كده، وعايزها تستوي كمان زياده وزياده مع الورق العنب لغايه لما تسيب العظم بتاعها وتنزل. انا كده بحب الفراخ حتى بحبها مستويه جدا، سواء كريسبي، سواء مسلوقه، سواء مع ملوخيه. يعني لو ما شفتش قدامي العظم طالع من اللحمه ما باكلوش. معانا مين يا ست الكل؟ لحمه ما بيسموه شيخ المحشي. تنجان يتقور، يتحط فيه لحمه مفرومه متبله بدبس الرمان، فص ثوم، شويه بهارات، وبعدين الورق اللي قصدي البتنجان يترص في صينيه او في طاجن ويخش الفرن. عايزه تحشيه لحمه مع رز اهلا وسهلا، نفس طريقه الورق العنب. ولفيت كده الورق العنب زي الفل. خلينا نغطي البطايه دي كده بالورق العنب عشان تدفى، هندخلها النار اهو. زي الفل. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. ده هيتشال بعد كده الورق العنب ده. اقول لك على حاجه حلوه بس ما تقوليش لحد، ايه هو يا شيف؟ الورق العنب ده بعد ما يستوي بالشكل ده كده خديه سيبه يبرد، تعملي سلطه مع زيت الزيتون وعصير الليمون في يوم تاني يعني. شفت كده الورق العنب؟ انا حطيته على البطايه عشان اكمرها وتاخد الطعم بتاع الورق العنب وتستوي كمان وتكمل سوا كده. البطايه زي الفل. اللي مش هيخش المطبخ ويعرف ايه ده كده هيقول لك ايه اللي جوه ده. حلو تمام زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. عندي ايه بقى؟ شوربه بتاعت البطايه، فاكرينها؟
باخدها كده. اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوه يا متدلعه، حطها هنا كده وناخد. شفت انا بنزل فين بالشوربه؟ اهو على البطايه. الصوره الحلوه مع بطي بلدي. تربيه ايديا وحياه عينيا، حشيتها ورق عنب تعبت بيه في لفه، حشيته لحمه مفرومه ضاني مع شويه رز مصري حلوين، واللحمه اكتر من الرز. خدت شوربه البطايه اللي انا موصى عليها وبسقل ورق العنب ده كده وهدخلها الفرن. بس لازم طبعا نلفها بايه؟ بورقه زبده وورقه فويل عشان تستوي الورق العنب. اللهم صل على النبي. وريحه الشوربه رهيبه، حبهان طالع منها والمستكه ما اقولكيش. ادي ورق الزبده ومعانا كمان ورق فويل اتنين. نشيل الكسرولة دي كده من هنا. اللهم صل على النبي. واحدة واحدة، تعبانين فيك. وادي ورق الزبدة. اللهم صل على النبي. ده الطبيعي، ما تلفيش الحاجة مباشرة بورق فويل. الشغل ده مطلوب. وادي ورق الزبدة عليها، قصدي ورقة الفويل. درجة حرارة الفرن عندي 180. الأساتذة المصورين هناخد بعضينا ونروح على الفرن ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على النبي. يلا بينا. افتح يا سمسم. دي مكانها فين مخرجنا الجميل؟ أنا عارف إنك شاطر. ده دي عايزة شغل، عايزة نار. درجة حرارة الفرن تكون عالية جدا ونحطها في أرضية الفرن زي ما قلت بالظبط. اللهم صل على النبي. يلا يا حلوة تعالي. وتربية على الغالي اهو في أرضية الفرن. اللهم صل على النبي. أودعك. بطاية بلدي محشية ورق عنب، خلطة زي ما أنت عايزة. إحنا شطار في عمال الورق العنب. ممكن تحشيه يالنجي يبقى خضرة مع رز، ممكن تحشيه لحمة ضاني مع رز، زي ما أنت عايزة. إحنا عاملينه باللحمة الضاني والرز، تستاهلوا في اليوم الحلو ده كده. عاشوراء، كل عام وحضراتكم بخير. هنطلع فاصل صغير ونرجع لاسرار عمل العاشوراء وانتوا شطار في عملها، ولكن خلونا نضيف التركية كالعادي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لاسرار عمل العاشوراء. البعض بيسأل يعني على السوشيال ميديا برضو، اللي احنا بنتابع السوشيال ميديا بدقة لهدفنا اللي هو ازاي القمح يستوي وازاي القمح يفرز كل النشويات اللي موجودة فيه والألياف. حبوب القمح الكاملة يا اخوانا كلها عناصر غذائية، مقاديرها على الشاشة. معانا قمح خير أرضنا، يتغسل مرة اتنين تلاتة لو في مادة تخزين ولا حاجة بنخلص منها، وبعد كده بننقعه من بالليل، بنحطه في الحلة على النار بدون حليب، هي مية وبس، ونسلق القمح بتاعنا بالشكل ده كده. انتوا اشطر مني في عمايلها. امهاتنا ربنا يديهم الصحة، ولادنا ربنا يديهم الصحة، بيسلقوا القمح حلوة قوي. طبعا ده عليه شوية حليب عشان للأمانة يعني. ومجرد القمح ما بيستوي بالشكل ده كده، هي عايزة كمان شوية حليب. بنحط لها شوية حليب صغيرين كده عشان انا بحبها ايه، فيها طعم الحليب. لغايه كده ما فيهاش حاجه، لا فيها سكر ولا فيها عسل. الاختيار ليكي بقى، عايزه تعمليها بالسكر، تعمليها بالعسل، تاخد طعم الفانيليا. خلي بالكم في الحاجات اللي بقولها دي مهمه جدا، لان احنا الاساس عندنا قمح وتسلق وحطينا عليه الحليب. البعض برضو بيحبها من غير حليب عادي، ممكن تخليها مسلوقه زي ما هي وتحلها في التلاجة، تطلعي منها تعملي بالحليب، جوزك بقى ماشي تعمليها من غير حليب حسب الرغبه. حلو الكلام، ويبقى القمح مسلوق عندك في التلاجة. القمح مفيد جدا، ده طبعا وجبة فطار الصبح جميلة جدا. لا تقولي لي بقى شوفان ولا تقولي لي أي حاجة، في كل حاجة، حديد هتلاقي، مغنيسيوم هتلاقي، معادن هتلاقي، بروتين هتلاقي، نشويات هتلاقي، كربوهات هتلاقي، كل ده. حلو الكلام، ولكن عايز أقول حاجة. إحنا بقى في أطفال، والمناسبة الحلوة عاشوراء كل عام وحضراتكم بخير، بنحب يعني نجود شوية وده وارد يعني. يعمل عاشوراء بالكريم شانتيه، يعمل عاشوراء بالحبهان، عاشوراء بالمستكة، عاشوراء بالفانيليا، الحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. انا هعملها دلوقتي بالكريم شانتيه. معانا كريم شانتيه اهو زي الفل،
بننزله كده على الكمية دي كده، بيدي لها قوام، لأن البعض بيحط معلقتين نشا، مع إن أنا ضد إن إحنا نحط نشا خالص مع القمح، خلينا نستفيد بالنشويات بتاعته. أهو شايف لونها أبيض إزاي وحلو؟ أه حلو الكلام بالشكل ده كده. ونغرف بقى في الإيه الكاسات بتاعتنا. ممكن كمان على فكرة نحط شوية سكر، لأن أنا عندي كسكسي هعمله بالعسل، ممكن أحط شوية سكر على عاشوراه، ده اختياري، عايز أحلها بالعسل أحليها. بس هو القمح لما يتحلى بالسكر بيبقى طعمه حلو. وقللي من كمية السكر شوية، لأن ما تنسيش برضو القمح فيه سكريات. السكريات بتاعته طبعا دي سكريات طبيعية. أنا عامل حلة اهيت عشان تكفينا كلنا، بعد ما نخلص الحلقة بتاعتنا كلنا هناكل النهاردة عاشوراء. كل عام وحضراتكم بخير وفرصة حلوة للجار للجار، جبران الخاطر، أصب على جاري بتبع عاشوراء هيرجع فيه بصارة، هيرجع فيه شوية ملوخية. احنا كده في عادات والله العظيم من زمان، كنت أشوف مثلا والدتي رحمة الله عليها تدي مثلا طبق بصارة لجارتنا، تاني يوم ألاقي الطبق دي في شوية بسكويت، شوية كحك، والله العظيم شوية غريبة، الحاجات دي جميلة جدا، ملوخية حسب الطبق، وانت مرجعاه من الطبق اللي هي الغويطه بيرجع فيه ملوخيه، طبق مسطح كده بيرجع فيه بسكويت. الحاجات دي تفيد لغايه دلوقتي الحمد لله، الصعيد الجميل والريف المصري الجميل، دي عادات متورثه لاجيال ثم اجيال. طبق ما يرجعش فاضي ابدا على جثتي، يرجع ازاي؟ بالكتير خالص يرجع فيه شويه خضره. حلو؟ هو ده الايه؟ صله الرحم. احنا برضو نعمل نفس الموضوع، الشيف المغازي عمل النهارده بليله، ايه المشكلة؟ حلو. بعد ما نخلص يا شفيق هناكل كلنا. شفت هي وهي نازلة في الكاسة كده شقاوة. اللهم صل على النبي. وكمان واحدة. فيكي بقى تحط على واحدة جوز الهند؟ أهلا وسهلا. تحط على واحدة مكسرات فستق مثلا؟ أهلا وسهلا. تحط عين جمل؟ أهلا وسهلا. البعض بيحب يحط كاكاو زي ما أنت عايزة، ينفع كاكاو؟ ينفع. القرايش عادي تتعمل عادي بسمنه بلدي، افضل حاجه للقرايش يا اخوانا السمنه البلدي، والريف المصري والصعيد المصري يشهد بكده، قرايش قرص طريه عنوانها وسلامتها وشخصيتها وكل حاجه سمنه بلدي ونوعيه نظيفه، دي اهم حاجه. زين عاشوراء بجوز الهند كده، ببص بعينيا لقيت عين جمل، النهارده المصروف عالي قوي، عين جمل اللهم صل على النبي، ومعانا الشكل ده كده حلو. شوية زبيب؟ نحط شوية زبيب. طبع عاشوراء حلو اهوت. حلو اهوت. معانا زبيب. ده اللي على الطبق الكبير، ده طبق العيلة بقى. إيه المشكلة لما تخبطي على جارك دلوقتي؟ كل سنة وأنتم طيبين، النهارده عاشوراء. واحدة من دول كده. صدقيني بجد. اي مشكله بين الاطفال طبعا دايما الجيران يعني المشاكل بتيجي من الاطفال الصغيرين وهم بيلعبوا مع بعض، والام عندها طفلها غالي والام دي برضو عندها طفلها غالي، وده وارد بيحصل كلنا يعني، فبيحصل شويه ايه، طب يا ابني ما تتكلمش مع، وهكذا. احنا بقى ندوب الحاجات دي كلها بالحاجات الحلوه دي كده، طبعا عاشوراء الحلو ده كده يخش علينا خلاص نسينا كل حاجه. اي معجنات يا اخوانا، والكسكسي يعتبر معجنات، مفيش ثمره اسمها كسكسي، ده بيتعمل من الدقيق، عملت شويه فطاير، عملت الحاجات دي كلها، لازم يكون التبريد عالي جدا ونشيك عليها قبل ما نستخدمها، ده مهم جدا على فكره. عاشوراء دي على فين؟ نطلع فاصل ولا نقدمها زي ما انت حابب حبيبي؟ خلينا نطلع فاصل مع عاشوراء. كل عام وحضراتكم بخير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأسرار عمل العاشوراء. كل عام وحضراتكم بخير، بنقدمها كده على السفرة، وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، حاجة حلوة، فرصة عظيمة، صلة الرحم، جبران الخاطر، نخبط على الجار، طبع عاشوراء مش هيرجع فاضي بالشكل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده. حاضر يا غالي. أنا بعمل عاشوراء وبعمل في الآخر تقول لي برضو البط؟ بص على بطاية. ايه الجمال ده؟
طبعا في الفاصل المصداقية والشفافية ده شعارنا على شاشة التلفزيون المصري والقناة الأولى. يعني ايه يا شيف؟ أنا في الفاصل شلت ورق الزبدة، شلت الورق الفويل اللي موجود، وحطيت معلقة زبدة على بطن البطاية وظهرها وجسمها علشان تاخد لون بالشكل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده. اهو الزبدة يا اخوانا أو حتة سمنة بلدي على ظهر البطاية وشكلها بيخليها تاخد لون مكرمل بسرعة، لأن الجلدة بتاع البطاية سميكة غير جلدة الفراخ، فمحتاجة سمنة أو زبدة علشان تتقرمش وتتكرمل بواسطة الفرن أو بواسطة السلمندة من فوق درجة الحرارة بتاعة الفرن. هعمل دلوقتي شوية كسكسي. الكسكسي ده بنعمله بالخضار، إخواننا في تونس والجزائر والدول العربية بنوجه لهم تحية كبيرة من مصر ومن الدنيا، ولكن إحنا النهاردة هنعمل الكسكسي بطريقة مصرية اللي إحنا متعودين عليه، بنعمله بالحليب بالمكسرات بالعسل، حاجة كده سريعة ولطيفة. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض إزاي. معانا كسكسي ده مشغول على الإيد مش جاي جاهز، ومعانا عسل، ومعانا شوية كاكاو. ممكن نعمل الكسكسي بالشوكولاتة، ودي جديدة عشان طلبة الثانوية العامة اللي نجحوا كمان، ومعانا شوية فانيليا وزبدة. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي. ومعانا تشكيلة من المكسرات، معانا زبيب وشوية عين جمل وشوية قراصية شوية مشمشية زي ما احنا عايزين، والمقادير على الشاشة، الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. حلوة. طاسة أخبارها ايه؟ فل. تمام. المعلقة اللي هنقلب بيها كالعادة لعدت على بصلة ولا توم، اهي معايا انتوا فاكرينها وعارفين، اهي زي الفل. بنستخدم هنا سمنة بلدي بالشكل ده كده، شوف بقى التركات المغازي بقى في عمل الكسكسي. دي سمنة بلدي كتير، خليه يشبع سمنة بلدي. زي الفل. بحط على السمنة البلدي دي يا عم الشيف، اوف 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 اوف، اهو فانيليا، اهي تمام. بحط على السمنه البلدي دي فانيليا تاخد طعم كده حلو، استنى عليها لما تسيح واشم ريحه الفانيليا مع السمنه. شفت الجو ده كده؟ الله على الريحه الحلوه. معايا قرفه خشب، ده شغل بقى ايه معمول بمزاج، وفصين حبهان اهو زي ما انا شغال كده. في قلب السمنه هنا بقى، السمنة التركية هنا والخبرة الطهوية بتقول ايه؟ بتقول ان السمنة البلدي خدت طعم القرفة مع طعم الفانيليا مع طعم الحبهان زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الجو ده كده، فخدت طعم حلوة. ولما اقلبها مع الكسكسي، الكسكسي عاشق للطعم ده. شايفين اهوت؟ اقلب يا عم الشيف. حلو التقليبة دي، شفتوا السمنة البلدي؟ خدت طعم القرفة، خدت طعم الفانيليا، خد الطعم الحبهان. مخرج بيقول لي حبهان مع كسكسي، جرب. دايما انا اللي يقول حاجه اقول له جرب. واقلب السمنه البلدي كده مع الكسكسي بتاعنا، وعند ميه بتغلي على النار هديش اشاء ميه صغير كده، بس مش دلوقتي، مش دلوقتي خالص. بعد التقليبه كده واحس ان الكسكسي ايه اتحمص، خد طعم القرفه، خد طعم الحبهان، خد طعم الفانيليا. نعم قرفة ناعمة ممكن، بس يعني أنا حابب القرفة الخشنة علشان ما تغيرش من لون الكسكسي. بيسألوني في الكنترول بتحط ليه حاطط قرفة خشنة، قصدي عيدان قرفة مش قرفة ناعمة. القرفة الناعمة نحطها على الوش، بس أنا حابب القرفة الخشنة دي، بيبقى اللي هي الخشب أو اللي هي العيدان بيبقى طعمها حلو قوي. شايفين الجو ده كده؟ بازيل التقليب مستمر وانا شغال. كسكس على نار شديده، سمنه بلدي، قرفه، فانيليا، حبان. عايزه تعملي طعم المستكه حطي فص مستكه. شايفين الجو ده كده؟ الله القرفه رايحه جايه حلوه. يعني دي بقى شيشاء ميه حلو كده محترم. ركزوا معايا اهو، حلوه قوي. لازم اسمع الطشه دي. سامع؟ بتبقبق كده. بس خلاص وقلب. الله هو ده. تقليب مستمر عشان ما يعجنش منك. بس لازم ننزل بالميه مغليه و
بيكون احنا حمرناه وحمصناه. بدت الريحه تظهر، هي السر في مغرفتين الميه اللي حطيتها. وقلب كده. هنا بقى ما جيناش لموضوع التحليه، عايزين نحليه بايه؟ بسكر بودر، بعسل نحل، بالسكر عادي يتقلب معاه زي ما انت عايزه بقى، دي مدارس بقى وانت شطار في عمايله. انا بصراحه بحبه زي ما هو كده، وتحط عليه شويه سكر بودر على الوش مع رشه قرفه او رشه كاكاو بالشوكولاته حسب الرغبه. بتحب معاه مكسرات يا ابو غازي؟ لا، هو زي ما هو كده طعمه زي العسل. خلي بالك ساعات بجود واعمله مع الفراوله كده، وصوص الفراوله ده بحكايه عملته قبل كده لحضراتكم، او مع المشمش. يا عم المشمش، المشمش قبل ما يودع كسكسي بالمشمش، جاب المشمش زي الفراوله ودمس على النار، وبعدين نحطه تحت الكسكسي ونعمل قالب كسكسي بالمشمش. زي الفل. تعالوا نغرفه مع بعض كده. نعم والله انت ابن حلال، جيت في وقتك، عايز تبص على البطايه هي جاهزه، خلينا نطلعها مع بعض كده زي الفل. بطايه محشيه ورق عنب، هنحطها هنا كده زي الفل. اللهم صل على النبي. خلي بالك دي سخنه، ورق العنب حكايه. اللهم صل على النبي. يلا يا حلوه تعالي جنب العاشوراء كده، حفله النهارده. ده مكانها هنا مخرجنا الجميل. حلو تمام. نحط معاها كده بقى ايه؟ معانا عود روزماري. حلو، فين الروزماري؟ هو ده. ده الطبيعي. بطاية محشية ورق عنب. ورق العنب استوى، يدوق ونشوف. البط استوى، بالتأكيد طبعا استوى وتقرمش اهو زي الفل. تمام، تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنغرف الكسكسي بتاعنا اللطيف الحلو. نوسع له كده، مهم جدا كمان نجيب السرفيز الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. تعالى يا باشا، ومكانه هنا عشان نتجمع عليه. عايزين نرجع زي زمان كده، الطبليه تحط عليها البطايه دي وتخش الايد الكبيره، والكبير ورب الاسره يمسك يفصصها كده ونعزم على بعض. وزع انت، فرق انت، الكلام ده كان بيتقال زمان، مش عارف بيتقال دلوقتي ولا لا. حلو والله العظيم، خلي بالكم الايام دي حلوه. وزع انت، فرق انت، نمسك البطايه اللي يقول لك عايز حته من الموزه، عايز من صدرها، عايز من رجلها، وهكذا. الكسكسي بتاعي ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ الله، راحت فين الميه؟ شربها الكسكسي بطعم القرفه، طعم الحبان، طعم الفانيليا. يلا اللهم صل على النبي. شفت الكسكسي نازل. حلو قوي. احنا بقى ليه معانا شويه فواكه مجففه، عايزين الصراحه يعني انا احب الكسكسي ده بفواكه طبيعيه بتاعت الموسم دلوقتي، تتجاب وتتدمس على النار، عنب، تفاح، موز، كاننا بنعمل فروت سلطات، وتحط على النار مع عصير ليمون وشويه فانيليا حلوين كده، وبعدين احطه على الكسكسي ده واوزعه. يا سلام، وانا شغال كده اهو. ناخد القرفه الخشب دي كده، جرنش يعني، قرفه لوحدها هي عامله برزنتيشن للموضوع. حلو. عندي بقى كاكاو، الاطفال يحبوا الكاكاو، اعمل كده اللي عايزه بالكاكاو اهو. دي مش قرفه عشان نبقوا فاهمين، ده كاكاو، جربيه، ده الجديد بقى. حلو قوي. معانا مكسرات لطيفه زي دي كده، ورانا حاجه نرسم طبق حلو كده
بالشكل الحلو ده كده. الراسيه بتتنقع في ميه سخنه معاها شويه شربات حلوين عشان تطرى. عين جمل عندنا اهوت بنحط هنا كده برضو. اللي عايز بعين الجمل هياكل بعين الجمل، اللي عايز باللوز هياكل باللوز، اللي عايز بجوز الهند هياكل بجوز الهند. الحاجات الحلوه دي على فكره اعتقد مش مكلفه، وانا بقول لكم اهوت وانا واقف قدام الشاشه بجد والله، هتفتح ادراج المطبخ سامعاني كويس هتلاقي حاجات بواقي رمضان، شويه يميش، شويه قراصية، شويه زبيب. الكلام ده في بيوتنا كلنا، بننزل قبل الشهر الكريم نجيب الحاجات دي ونركنها. البعض بيستخدم منها والبعض بيتشال، بيبقى موجود في طلعيها وشوفي تاريخ الصلاحيه واستخدميها زي ما انا بستخدمها دلوقتي كده في طبق زي ده كده. مش عايزاها مع الكسكسي، ممكن تعمليها مع فراخ القراصية مع اللحم. لطيفة وجميلة، أكلة تونسية معروفة. نوجه تحية كبيرة لكل الشعب التونسي والمغربي اللي هم طبعا أفكار القراصية. شايفين الجو ده كده؟ القراصية حتى خلت لون الكسكسي طعمه حلو. شكله حلو. خلونا طبعا النهاردة نشوف احنا عملنا ايه مع بعض. ببساطة خالص قدرنا ان احنا نحتفل بمناسبة عاشوراء. عملنا العاشوراء بالكريم شانتيه، نحلها بسكر نحلها بعسل، مش هو ده الموضوع. الموضوع ان احنا جبران الخاطر وصلة الرحم نعتبرها فرصة كبيرة، نخبط على الجار والجار اللي جاره حلو. وكمان عملنا طبق كسكسي حلو بيتكلم مصري، عملنا بطاية حلوة بتتكلم بكل لغة الريف المصري والصعيد المصري بورق العنب. وشوفي ورق العنب مستوي والبط مستوي بألف هنا وشفها. بس لازم نرجع لنقطة جميلة جدا، وزع انت فرق انت. الكلمة دي لازم ترجع تاني على طبلية تجمعنا كلنا. بطاية حلوة وازاي ديك رومي فرختين حلوين. الجو ده على فكرة يا اخوانا احنا مشتاقين نشوفه تاني. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماسبيرو. ♪